الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 65 دولاراً و12 سنتاً للبرميل واحد خلال شهر كانون الأول الماضي. وقالت سومو إن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر كانون الأول الماضي بلغت 322,970 برميلاً، مبينة أن معدل التصدير بلغ 10,000 برميل يومياً. وأضافت سومو أن قيمة الواردات من الصادرات النفطية من العراق للأردن خلال شهر واحد بلغت 21 مليون و13,806 دولارات. قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء إن ما تشهده أسواق الصرف من تقلبات ناجم عن ضوابط تنظيمية ربطت ببورصة العملات. وأضاف صالح أن احتياطي العراق من العملة الأجنبية تجاوز 100 مليار دولار، ونسبة فائض الحساب الجاري بلغت نحو 15%. وأضاف صالح أنه في الفترة الأولى كان الطلب أكثر على العرض وحصلت الفجوة، مبينا أنه مع مرور الوقت وانتظام طلبات العملات الأجنبية بوثائق أكثر شفافية فإن السوق سينتظم وتزول الفجوة. وهذا وتستمر أزمة الدينار العراقي مقابل الدولار، ما أثر على حركة التجارة ورفع أسعار المواد الأساسية، وحمل المواطن أعباء كبيرة تثقل كاهله بحسب المراقبين. ضبطت هيئة النزاهة 286 طنا من مادة الرز منتهي الصلاحية منذ عام 2015 في الشركة العامة لتجارة الحبوب بمحافظة المثنى. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إنه تم تشكيل فريق عمل حال تلقيها معلومات تفيد بوجود عشرات الأطنان من مادة الرز منتهي الصلاحية في الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيث تم ضبط أكثر من 191 طنا من مادة الرز برازيلي المنشأ منتهي الصلاحية منذ عام 2015 في مخازن الشركة. وأوضحت أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط 94 طناً من المادة ذاتها، إذ تم التحرز على الكميات المضبوطة التي بلغ مجموعها 286 طناً. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قيمة صادرات بلاده خلال العام المنصرم عام 2022 بلغت 254 مليار و200 مليون دولار. وأوضح أردوغان أن الصادرات التركية خلال العام 2022 زادت بنسبة 12.9% مقارنة مع صادرات العام السابق له 2021. وأضاف أن الصادرات التركية زادت 7 أضعاف مقارنة مع أرقام العام 2002، وأكد أن حكومته تهدف إلى جعل تركيا في مصاف الدول العشر الأوائل الأكثر تصديراً، مبيناً أن صادرات البلاد خلال العام الماضي وصلت أسواق 197 دولة ومنطقة حول العالم رغم العوائق الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. تراجعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار، وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 من معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط. وانخفضت العقود الآجلة للخام برنت 98 سنتا لتصل إلى 84 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و49 سنتا للبرميل بعد صعود الدولار. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في وقت سابق إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين تتباطأ جميعها اقتصاديا في وقت واحد، ما يجعل عام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
الموجز، إلى اللقاء.